لو سمحتوا صوته هلا. رائع وصوتك رائع. الاختيار كان بالنسبه لي كان صعب. مشاهدينا الليله امنا جمال وموريس ودعونا، وانتم بتقدروا تردوا المشترك اللي نال اعجابكم للمنافسه. امنا جراد من تونس، عمري 18 سنه. اليوم نقول لاهلي الحب اللي اعطيته لي والشجاعه اللي اعطيته لي، حتى القساوه اللي اعطيته لي اللي باش تكونوني بها، اليوم جاية لهنا باش نثبتهم، وإن شاء الله يا ربي ناخذ ال 500 ألف دولار ونحقق لكم أحلامكم وتفتخروا فيه. أنا والله أموت. 18 سنة صح؟ 18 سنة وعندك الشخصية الفنية الواضحة دي، صوت رائع ومتمكنة جدا من صوتك، برافو عليك. يا إمنا في شوية ارتباك على الأول وفي النص، أنا شفت هيك، بس إحساسك قوي. خمسة أربعة تنزل تنسحب تنسحب ثلاثة اثنين. نجموا تعطوني فرصة المشاركة بالنهائيات، ليز دعموني بصوتكم. جمال همراس من مواليد مدينة الرباط المغرب، سن 33 سنة. فاش كان عندي 14 سنة كنت توفى الأب ديالي. العلاقة ديالي بخويا هي أكثر من أنه أخ ديالي، بل انه صديق واب، كرس حياته كلها من اجل ديالي. وانا دابا طالع على خشبات المسرح باش نشكر الاخ ديالي على داكشي اللي عملوا معايا كامل، ونربح الجائزه الكبرى. عادي بدري تدري العمر مرة. جمال صوت متمكن واحساسه عالي جدا، اداء رائع. اكيد غنيتي مزيان واحسن من الجوله الاولى. الى الامام. جمال احنا بقول لك انبسطنا انك شاركتنا بهالمسابقة، وانبسطنا تعرفنا على موهبة استثنائية مثلك. إذا بغيتوا ترجعوا تشوفوني بالنهائيات أنا في حاجة للصوت ديالكم، صوتوا عليا. اسمي موريس مزهر، عمري 23 سنة من لبنان. إذا ربحت ال 500 ألف دولار بدي روح على برودواي كرمال أحضر كل المسرحيات الغنائية اللي عم بتصير هونيك، وبركي ساعتها بنقل خبرة معينة للبنان تيتأسس لنوع جديد من المسرح الغنائي. صوت ال رحاب. شكرا. خمسة أربعة ثلاثة. موريس اختار إنه يقبل العرض 10,000 دولار. فيكم ترجعوني على البرنامج للمشاركة بالنهائيات إذا بتدعموني بصوتكم. لإعادة المشترك المفضل لديك إلى المسابقة، أرسل رقمه عبر رسالة SMS أو اتصل على أحد الأرقام الدولية